أشرت إلى بنود هذه الاتفاقية أو المسودة الورقة الأمريكية التي طرحت على لبنان وهذه الصفقة، يعني الملاحظ أنها لم تأتي بجديد وأكدت المؤكد. يعني نحن سمعنا عن بنود هذه الاتفاقية قبل شهر أو أكثر، من يجب أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني وحزب الله يسحب أسلحته إلى شمال نهر الليطاني، و مدة الاتفاقية والهدنة لمدة 60 يوما وما شاكل، وكذلك يعني كل هذه الأمور التي أشرت إليها وما جاء في هذه المسودة أو الصفقة، يعني لماذا بتقديرك تأخرت حتى يتوصل الطرفان لقبول هذه الصفقة؟ لماذا كل هذا الوقت استغرق وهذا التدمير بين الطرفين؟ دعنا نشير إلى أن كل طرف كان يأمل أن يحقق أهدافا أكبر، وخصوصا الجانب الإسرائيلي مع قدرة إسرائيل على اغتيال الصف الأول من القادة في حزب الله، وخصوصا حسن نصر الله، وكذلك هجوم البيجر ومنظومة الاتصالات لدى حزب الله. كان هنالك أو ساد هنالك اعتقاد إذا شئت من أن إسرائيل قادرة إلى تحقيق ما هو أكبر من ذلك، بمعنى القضاء على حزب الله بشكل مبرم. وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الحرب في لبنان سوف تغير الموازين ليس فقط في لبنان وإنما على مستوى الشرق الأوسط، ولكن بعد قليل بدأ أن الأمر مختلف عما تصوره الجانب الإسرائيلي خصوصا من الناحية العسكرية. نحن الحقيقة نتحدث ليس عن قوة نارية مقابل قوة نارية أخرى، ولكن نتحدث عن جيش تقليدي هو الجيش الإسرائيلي، ومنظومة تعتمد على حرب العصابات هي حزب الله، أو دعنا نقول خليط ما بين حرب العصابات والحرب الكلاسيكية. كلما تقدم الجيش الإسرائيلي على الأرض كان يبدو أن هنالك مستنقعا ينتظره، وبالتالي الخسائر كانت كبيرة، وإمكانية تحقيق النصر بالمفهوم الذي تم الحديث عنه إسرائيليا كان يتطلب الكثير من الوقت والكثير من الخسائر البشرية، فضلا عن الخسائر المادية والتأثير السياسي على الوضع في إسرائيل. وبالتالي هذا ربما دفع إسرائيل إلى تقليص سلم أولوياتها وبنك أهدافها على الساحة، وهنا أتحدث عن الأهداف السياسية في الساحة اللبنانية. طبعا على الجانب الآخر حزب الله تعرض إلى الكثير من الضربات خلال الفترة الماضية، وخصوصا اغتيال قادته. كانت منظومته منظومة الاتصالات لديه والعلاقة ما بين القادة ومنظومة التحكم والسيطرة، كل ذلك الحقيقة تعرض إلى ضرر بالغ.